مجيد البرناكي ماشي صديق، بل اعتبره اخا قريبا وعزيزا من نهار من 2014، هو عندي واحد العلاقه خاصه معه. بالنسبه للسؤال الثاني، هل لازلنا على اتصال بسي سعيد ناصري؟ لا. علاش؟ لانه كتعرف بان دابا في الحبس الاحتياطي ما يمكن له يزوروا الا الناس اللي بالاقارب ديالو والمقربين اللي كيحملوا نفس الاسم، ابن، بنت، اخ، اخت، كذا. واللي من هذا المنبر كان ما يمكن لي نتمنى ليه الا الفرج على الاقل، لانه نظرا على الاقل غنقولوا هذا العشره ديال 10 سنوات. بالنسبه للسؤال الثالث ديال حارس مفتاح حارس كبير، كنا كنتابعوا في مولوديه وجده، وداك الشيء علاش جا الوداد. كل ما كانش حارس كبير ما كانش غيجي الوداد. اما المساله ديال انه يلعب في بلاصه الحارس اللي كاين دابا اللي كيلعب، انا ما دخلش ليا الاختصاص ديالي، هذه من اختصاص المدرب. وقفنا عليها وناقشناها اليوم الصباح في الاجتماع المصغر، قلنا علاش ما تعطاش. قال لك جوفي فواغ، ما عمره كان عندي مشكل في حراسه النادي. حنا في حراسه الفريق راه شفنا الماتشات الاخرين كاع اللي هضرنا عليهم، راه كنا كنخسروا ب 90% بالاداء التحكيمي.